بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 87 بعد 100 من سلسلة دروس كتاب اللباب، شرح متن الكتاب للعلامة الشيخ عبد الغني الغنيم الميداني رحمه الله تعالى ونفعنا به. آمين آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله: باب التدبير. قال: هو لغة النظر إلى عاقبة الأمر. أنت عندما تدبر أمورك، يعني تنظمها من أجل أن تكون عاقبة أمرك حسنة، فأنت تنظم ناظراً عاقبة أمر هذا الموضوع الذي أنت مقبل عليه. فهذا هو التدبير، هذا هو التدبير، النظر إلى عاقبة الأمور. قال: وشرعا تعليق العتق بموته. لذلك يقول أنه أنت حر دبر حياتي، تعليق العتق أو العتق بموته، كما أشار إلى ذلك بقوله: إذا قال المولى لمملوكه: إذا مت فأنت حر، أو أنت حر عن دبر مني، أو أنت مدبر، أو قد دبرتك، أو أنت حر بعد موتي، أو أعتقتك بعد موتي، أو مع موتي، أو عند موتي، أو في موتي. هذه كلها عبارات تفيد أن العبد المخاطب يكون حرا بعد موت سيده. قال: لأن هذه الألفاظ صريحة في التدبير، وإذا صار مدبرا فلا يجوز لمولاه بيعه ولا هبته ولا إخراجه عن ملكه إلا إلى الحرية، كما في الكتابة هداية. لماذا لا يجوز له أن يخرجه عن ملكه إلا إلى الحرية؟ لا يجوز له أن يبيعه ولا أن يهبه، لقوله تعالى: أوفوا بالعقود، وهذا عقد بينك وبين هذا العبد، فيجب عليك شرعا أن تفي به. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث، والحديث عند الدارقطني، يقول: المدبر لا يباع ولا يوهب، وهو حر من ثلث المال. الحديث فيه مقال، ولكن هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ورد بأسانيد متعددة. إذن المدبر لا يباع ولا يوهب، وهو حر من ثلث المال، فلذا لا يجوز بيعه ولا هبته. قال: ويجوز للمولى أن يستخدمه، لأن ما زال عبدا، ولكن العبوديته ناقصة، عبوديته ناقصة، لذا لا يجوز له أن يبيعه. ويجوز، يعني استحق الحرية بوجه. ويجوز للمولى أن يستخدمه ويؤاجره أيضا. قال: وإن كانت المدبرة أمة فله أن يطأها، وله أن يزوجها جبرا، ما زال تحت ملكه له أن يزوجها، لأن الملك ثابت له، وبه تستفاد، بهذا الملك الثابت له تستفاد ولاية هذه التصرفات، يعني هذه ولاية هذه التصرفات إنما هي ثمرة من ثمرات هذا الملك الذي ما زال ثابتا للسيد للمولى على أمته، فله أن يطأها وله أن يزوجها. قال: فإذا مات المولى عتق المدبر من ثلث ماله، عتق المدبر من ثلث ماله، يعني من ثلث مال السيد،
من ثلث مال السيد من التركة يوم موته. أنه قد يكون أحبابنا يوم دبره قد يكون عنده مثلا 100 مليون، ويوم مات قد يكون لا يملك ولا درهم. فالمعتبر المعتبر يوم موته، ما هي التركة التي تركها؟ وقد يكون لما دبره يكون فقيرا ما عنده ولا درهم، ولما مات مات غنيا. فالمعتبر المال الذي تركه يوم موته وليس يوم دبره، وهذا القيد لا بد من ذكره. إذن فإذا مات المولى عتق المدبر من ثلث ماله، من ثلث مال السيد من التركة يوم موته. إذا المعتبر التركة يوم الموت. قال إن خرج من الثلث، يعني إن كان الثلث مساويا لقيمة هذا لقيمة هذا العبد، يعني مثلا قد يكون العبد قيمته 30 درهما والسيد ترك 100 درهم ومات، فيعتق مباشرة لأن العبد قيمته 30 درهما وثلث التركة تزيد قليلا على 30، فيعتق مباشرة، يعقد مباشرة. فهنا إذن قال الشيخ، قال إن خرج من الثلث أو أزيد من الثلث، يعني كان الثلث أزيد من قيمته، إذا كان الثلث إذا كان ثلث التركة يساوي قيمة العبد يعتق كله، أو كانت الثلث أزيد من قيمة العبد كذلك يعتق كله. إيه نعم. قال وإلا فبحسابه، وإلا فبحسابه، يعني إن كان الثلث ثلث التركة أنقص من قيمة العبد، أنقص من قيمة العبد، فهو يعتق منه بقدر ثلث التركة مجانا بدون مقابل، وسعى فيما زاد من قيمته على الثلث، يعني مات قيمته 40، قيمته 40. مات السيد وله من التركة 60 درهما، الثلث كم؟ 20 درهما، وقيمة العبد 40، فما الذي عتق؟ عتق نصفه بمقدار الثلث، عتق نصفه بمقدار الثلث، ويجب عليه أن يسعى بمقدار بقيمة نصفه الثاني، يعني 20 درهما. هذا معنى إيش قوله وإلا فبحسابه. قال لأن التدبير وصية، لأن التدبير وصية، يعني لماذا يعتبر اعتاق العبد من الثلث؟ قال لأن التدبير وصية، والوصية إنما تعتبر من الثلث وكذلك التدبير. قال لأنه تبرع، لأن التدبير تبرع، يعني لماذا كان التدبير وصية؟ لأنه تبرع مضاف إلى وقت الموت، والحكم يعني الذي هو التدبير والعتق، وقال أنت حر دبر حياتي، والحكم غير ثابت في الحال، فينفذ من الثلث هداية. قال وإن لم يكن له مال غيره، هذا المدبر ليس له مال إلا العبد المدبر. قال سعى المدبر للورثة في ثلثي قيمته، قيمته هو 60، والمولى السيد لا يملك إلا هذا العبد حصرا، عتق العبد بمجرد ما مات السيد، ويسعى للورثة بثلثي قيمته، والذي يعتق هو ثلث قيمته فقط، لأن عتقه من الثلث، من ثلث التركة، وهو كل التركة، فيعتق ثلثه ويسعى في ثلثيه. يعني هذه تابعة للمسألة السابقة، وهي قوله فبحسابه، أين هي الآن؟ قرأناها قبل قليل. قال وإلا فبحسابه،
قال فإن كان على المولى دين، كان على المولى المدبر دين يستغرق رقبة المدبر، يعني السيد مات وليس له ترك إلا العبد الذي قيمته 100 درهم، وعلى العبد وعلى السيد دين يساوي 100 درهم أو أكثر، فهذا الدين يستغرق قيمة العبد كلها. قال فإن كان على المولى دين يستغرق رقبة المدبر كلها، قال سعى في جميع قيمته للغرماء لتقدم الدين على الوصية. لما الإنسان يموت، تقضى جميع ديونه قبل النظر إلى وصيته، قبل تنفيذ الوصية، فما بقي من المال الآن ننظر في تحقيق الوصية. قال لتقدم الدين على الوصية ولا يمكن نقض العتق، العتق قد تقرر ولا يمكن نقضه، ولكن الدين مقدم، فماذا نفعل؟ يطالب العبد بالسعي بكامل قيمته. قال فيجب رد قيمته، لا يعني يجب رد القيمة كما قال، لأنه لا يمكن أن ننقض العتق. نعم، فيبقى يسعى في قيمته. قال وهو حينئذ كالمكاتب، كمكاتب عند الإمام. انت قال كمكاتب، يعني كمكاتب، يعني لا، قال كمكاتب يعني لا يرد في، ولكن لا يرد في العتق، يعني إن حدد له مدة لقضاء الدين هذه المدة غير ملزم فيها. وقال هو حر مديون، يعني لما قالوا كالمكاتب عند الإمام، يعني ليس له أن يتزوج حتى يقضي ديونه، جميع ديونه. أما الصاحبان لما قال هو حر المديون جاز له أن يتزوج لأنه حر. قال وولد الأمة المدبرة مدبر تبعا لأمه. قال فإن علق التدبير بموته على صفة، وذلك مثل أن يقول إن مت من مرضي هذا فأنت حر، أو في سفر هذا، أو من مرض كذا، ذكر مرض، أو قال إن مت هذا الشهر، أو مت في هذه السنة، أو مت خلال 5 سنوات. إذن علق التدبير، المولى علق تدبير العبد بموته هو على صفة، أو مات فلان، إن مات فلان فأنت مدبر. قال فليس بمدبر حالا، أما في المسألة السابقة كان مدبرا في الحال، في المسائل السابقة إذا قال له أنت حر بعد موتي هذا مدبر في الحال، يعني أنت لا ينقض هذا التدبير، حقيقة، وإنما ينقض معنى. أما هنا التدبير، لما علق التدبير بموته على صفة لا يكون مدبرا، فليس بمدبر في الحال. نعم، لذلك لما قال ليس بمدبر بحال له أن يبيعه وله أن يهبه. أما المدبر لما قال أنت إذا مت أنا فأنت حر، هذا ليس له أن يبيعه لأنه صار مدبرا في الحال. سيأتي الكلام. قال لأن الموت على تلك الحالة ليس كائنا لا محالة، يعني قد يعني يعافى فلا يموت من هذا المرض،
وقد ينقضي الشهر ولا يموت. نعم. فهنا قال فلم ينعقد سببا في الحال، فلم ينعقد سببا بالحال، فإن علق عتقه بموته مقيدا بقيد، فإن علق عتقه بموته مقيدا بقيد لا يجب أو لا ليس من الضروري أن يقع هذا القيد غالبا، لا يكون العبد مدبرا، لا يكون العبد مدبرا. هذا معنى إيش؟ لأن الموت على تلك الحالة ليس كائنا لا محالة، فلم ينعقد سببا في الحال. قالوا إذا انتفى معنى السببية لتردده بين الثبوت والعدم بقي تعليقا كسائر التعليقات لا يمنع التصرف فيه، ولذا يجوز بيعه، بيع العبد المدبر على هذه الصفة، ورهنه وهبته وغير ذلك من سائر التصرفات، لأنه ليس مدبرا في الحال. قال فإن مات المولى على الصفة التي ذكرها وعلق تدبيره على وجودها، قال له إن مت من هذا المرض أو إن مت في هذا الشهر فأنت حر، فمات في هذا الشهر، قال عتق، كأنه قال إن دخل زيد فأنت حر، فدخل زيد فيعتق. قال فإذا مات المولى على الصفة التي ذكرها وعلق تدبيره على وجودها بأن مات من سفره مثلا أو مرضه، عتق كما يعتق المدبر. كيف يعني كما يعتق المدبر؟ يعني من الثلث، المسائل التي ذكرها سابقا، يعني من الثلث، إن كانت قيمته تساوي الثلث عتق حرا، إن كانت قيمته أقل من الثلث أقل من الثلث أو أكثر من الثلث، كان قيمته أكثر من الثلث عتق بحسابه، إن كان المدبر كان عليه دين يستغرق قيمة العبد سعى العبد بقيمته للغرماء، هذا معنى إيش؟ يعتق كما يعتق المدبر المطلق، لأن الصفة لما صارت معينة في آخر جزء من أجزاء الحياة أخذ العبد يعني حكم المدبر المطلق لوجود الإضافة إلى الموت، لوجود أخذ حكم المدبر المطلق. ما هو المدبر المطلق؟ إذا مت فأنت حر، هذا المدبر المطلق، أنت دبر حياتي حر، هذا المدبر المطلق، لوجود الإضافة إلى الموت وزوال التردد بالموت درا. قال باب الاستيلاد، هو لغة طلب الولد، الاستيلاد لغة طلب الولد، وشرعا طلب المولى الولد من أمته بالوطء، وشرعا طلب المولى الولد من أمته الأصل الاستيلاد أحبابنا هو عام، الاستيلاد عام يتناول الزوجة أيضا، الرجل يطلب الولد من زوجته، فالمرأة الزوجة مستولدة كذلك، الاستيلاد كما يكون من الأمة يكون من الزوجة، لأنه يطلب الولد منها، استيلاد طلب الولد، ولكن الشارع هذا من الألفاظ العامة، الاستيلاد هو من الألفاظ العامة التي خصصها الشارع، صارت مخصصة بالأمة، فإذا قلنا باب الاستيلاد يعني من الإماء خاصة، وإلا فالاستيلاد عام. قال طلب المولى الولد من أمته بالوطء درا. هل تقصدون أنه عام أريد بالخصوص؟ لا، هو عام بالأصل ولكن خصصه الشارع، لا ليس عاما أريد به الخصوص، هو عام ولكن الشارع خصصه بالأمة. قال إذا ولدت الأمة
ولو مدبرة من مولاها فقد صارت أمة ولد له، أمة ولد للسيد، صار عندها الآن موجبان للعتق بعد موت السيد، التدبير والولد، كونها أم ولد. فقد صارت أمة ولد له للسيد، وحكمها حكم المدبرة، حكمها حكم المدبرة. وفي ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته، هي حرة بعد موته، أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. والحديث عند ابن ماجة. قال: وحكمها حكم المدبرة. إيش يعني حكم المدبرة؟ يعني لا يجوز بيعها ولا يجوز هبتها، ولكن يجوز له أن يطأها، ويجوز له أن يؤجرها، لا يجوز له أن يرهنها. لماذا لا يجوز له أن يرهنها؟ لأن ما هي مهمة الرهن؟ مهمة الرهن استيفاء الدين من قيمة الرهن عند العجز عن فساد الدين. فهذه لا يستفاد منها، لا يسترد الدين عفوا من قيمتها، لأنها لا تباع، فإذلك لا ترهن أيضا. قال: لا يجوز بيعها ولا تمليكها ولا رهنها، وله وطؤها واستخدامها وإجارتها وتزويجها جبرا. ليه؟ قال: لأن الملك فيها قائم كما في المدبر. نعم. وفي ذلك يقول عمر رضي الله تعالى عنه: أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها. أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها، ويستمتع بها ما عاش، فإذا مات فهي حرة. قال: ولا والحديث في الموطأ. قال: ولا يثبت نسب ولدها الأمة لا يثبت نسب ولدها من مولاها إلا أن يعترف به المولى، إلا أن يعترف به المولى، لأن وطأ الأمة يقصد. لماذا يعني يتوقف ثبات النسب على الاعتراف؟ قال: لأن الواحد لما يطأ أمته يقصد به قضاء الشهوة، هذا الأصل، ولا يقصد الاستيلاد، لأنه هو بالأصل يأنف أن يكون أولاده من إماء، بل يرغب أن يكون أولاده من أحرار. قال: لأن وطأ الأمة يقصد به قضاء الشهوة دون الولد، فلا بد من الدعوة بكسر الدال. الدعوة إذا وردت في باب النسب فهي بكسر الدال، أما في غيره فهي بفتح الدال. والدعوة كذلك تكتب بالتاء المربوطة، تكتب بالتاء المربوطة. أما إذا كان للطعام الدعوة بفتح الدال. قال: فلا بد من الدعوة بخلاف العقد. يعني إيش بخلاف العقد؟ بخلاف الزواج، بخلاف النكاح، عندما يعقد على امرأة فالمقصود الولد قبل قضاء الشهوة. الإنسان يتزوج، نعم يحصل نفسه، ولكن هو يطلب بهذا الزواج بقاء الذكر، أن ينجب الأولاد. قال: لأن الولد بالزواج يعني يتعين مقصودا منه من الزواج، فلا حاجة إلى الدعوة، لا حاجة لأن يدعي الولد بعد أن يأتيه من زوجته، كما في الهداية. وثبت هذا عن عدد من الصحابة الكرام، أن إماءهم عن ابن عباس
أنه كان يأتي جارية من جواريه فحملت فقال هذا ليس مني إني أتيتها، يقال هكذا إني أتيتها إتيانا لا أريد به الولد، يقصد بذلك أنه كان يعزل عنها إني أتيتها إتيانا لا أريد به الولد. ويروى عنه أنه هو أو غيره من الصحابة، نعم، أنه زيد بن ثابت يروى عنه أنه نفس الأمر أنه كان يطأ جارية ويعزل عنها فجاءت بولد فنفاه وجلدها لأنه على يقين هو أن هذا الولد ليس منه، هو كان يعزل عنها، فلذلك لا بد من الدعوة. قال فإن جاءت بعد ذلك، أي بعد اعترافه بالولد الأول، بعد أن اعترف بالولد الأول جاءت بولد ثان، قال يثبت بدون دعوة. ليه؟ قال لأنه تبين أن هذه الأمة المقصود من وطئها الولد وليس قضاء الشهوة. قال فإن جاءت بعد ذلك، أي بعد اعترافه بولدها الأول بولد آخر، ثبت نسبه منه بغير إقرار، لأنه بدعوى الأول، هو الآن هنا جاء بالألف المقصورة، فينبغي أن تكون بدعوى، ولكن لا مانع أن نقرأها بدعوى كذلك، أنه دائما في النسب بكسر الدال، في النسب بكسر الدال، لأنه بدعوى الأول تعين الولد مقصودا منها، لما ادعى الأول فظهر لنا أنه يقصد من وطئها الولد، فصارت فراشه كالمعقودة، ولكن يبقى فراشها ضعيفا، يبقى فراشها ضعيفا، لذلك يملك أن يزوجها غيره، أن يزوجها، فالفراش ضعيف. ولكنه إن نفاه، النفى الثاني، يعني قد يكون بعد أن جاء منها الولد الأول منه خطأ، هو كان يعزل عنها في مرة من المرات ما عزل فحملت بهذا السبب فيدعيه لأنه ولده، أما في باقي المرات هو كان يعزل عنها يطأها ويعزل بيقين فجاءت بولد فهذا الولد ليس منه بيقين عنده فينفيه. ولكنه إن نفاه انتفى بمجرد قولي. كيف يعني مجرد قولي؟ قال أي من غير لعان، من غير لعان. ليه؟ لأن الفراش هنا ضعيف، الفراش ضعيف، قال لأن فراشها ضعيف حتى يملك نقله، نقل هذا الفراش إلى غيره بالتزويج، بأن يزوجها لمن أراد ولمن أحب، بخلاف المنكوحة حتى لا ينتفي الولد بنفيه إلا باللعان. المنكوحة إذا نفى الولد لا يثبت، لا ينتفي الولد إلا إذا حصل اللعان بينه وبين زوجته، لتأكد الفراش، فراش المنكوحة قوي حتى لا يملك إبطاله بالتزويج، لا يملك إبطاله بالتزويج. نعم، طبعا هنا بالنسبة لل للأمة، بالنسبة للأمة هنا يملك السيد نفي الولد الثاني، يملك نفي الولد الثاني، قالوا إذا لم يقضي القاضي بثبوت النسب، أو أن قضاء القاضي ملزم، قضاء القاضي ملزم، أو لم يتطاول الزمان، يعني جاءت بولد ثاني بعد سنتين ثلاث أربعة نفاه، قال لا يقبل هذا الانتفاء، لا ينفى هذا الولد. ليه؟ قال لأن تطاول الزمان والسكوت دليل الاعتراف به، فلا ينتفي بالنفي، ويبقى الولد لازما له.
قال وفيها يعني في الهداية، وهذا الذي ذكرناه حكم يعني قضاء، يعني هو بالقضاء إذا نفاه ينتفي، إذا نفاه ينتفي، ولكن ديانة إذا كان عنده يقين أن هذا الولد ولده يحرم عليه أن ينفيه، يجب عليه ديانة أن يعترف به لأنه ولده. وأما ديانة فإن كان وطئها وحصنها ولم يعزل عنها يلزمه، يجب عليه شرعا أن يعترف به ويدعي، لأن الظاهر أن الولد منه. قال وإن عزل عنها أو لم يحصنها، ما وطئها ولا مرة، جاز له أن ينفيه، لأن هذا الظاهر، لأن هذا الظاهر يقابله ظاهر آخر، لأن هذا الظاهر الذي هو ليس أنه ولده يقابله ظاهر آخر، وهو أنه ليس ولده أيضا في الحقيقة، هو ما وطئها وكان يعزل عنها، كذا روي عن سيد أبي حنيفة رحمه الله. قال وفيه روايتان أخريان عن أبي يوسف ومحمد ذكرناهما في كفاية المنتهي. قال وإن زوجها، نعم يقول ممكن ما فهمت جيدا كلمة ولم يحسنها، أي لم يطأها، يعني التحصين هنا الوطأ. سيدي سؤال، سيدي فضل مولانا. سيدي يعني في قصة يعني في قصة الصحابة رضي الله عنه، يعني كيف يجدها يعني من دون لعان ومن دون شهود يعني أيضا؟ هذا مذهب بعض الفقهاء، هذا مذهب أن هذا يقين عندهم، مذهب بعض الفقهاء أو كثير من الفقهاء أن السيد يقيم الحد على عبده، أن للسيد أن يقيم الحد على عبده دون قضاء القاضي، واستدلوا على ذلك بوقائع كثيرة من الصحابة. سؤال مولانا، قال وإن زوجها أي زوج المولى أم ولده فجاءت بولد من زوجها فهو في حكم أمه، فجاءت بولد من زوجها فهو في حكم أمه. كيف في حكم أمه؟ يعني هو عبد لسيد أمه للمولى. قال لأن حق الحرية يسري إلى الولد. قال وإن زوجها أي زوج، تمام، إن زوج أم الولد، الآن أم الولد سيد عنده أمة وطئها فجاءت بولد فاعترف به، فهذا الولد حر وهذه أمة تعتق بموت سيدها، بعد ذلك زوجها لزيد فجاءت منه بولد، جاءت منه بولد، نعم، فهو في حكم أمه يعتق بمجرد موت السيد، هذا معنى إيش؟ فهو في حكم أمه يعتق بمجرد موت السيد. ويكون أخا ذلك الولد الذي من السيد أخاه لأمه. نعم فضل يا شيخ. سيدي الاثنان يعتقون إذن، كيف الاثنان؟ من هو من غيره؟ انتبه، من غيره يعتق بموته، أما منه يعتق بمجرد دعواه، بمجرد الولادة يعتق. واضح؟ لماذا قلنا يعتق؟ لأن هذا تحصيل حاصل، لأنه إذا مات الأب، نلاحظ إذا مات السيد هذا الولد قلنا هو عبد، من الذي سيرثه؟ سيرثه أخوه من أمه، فيعتق مباشرة. واضح مولانا؟ نعم. يعني نفهم من هذا أنه
إذا زوجها السيد جوزها واحد يجوز له أن يطأها وهي متزوجة أيضا؟ لا يا أخي، لا لا، لمجرد ما لا يجوز، لمجرد ما زوجها. انتبه علي، أنا عندي أما جاءت بولد فاعترفت به، هذا الولد حر، بعدما ولدت زوجتها لزيد، بمجرد ما زوجتها لزيد حرم علي وطئها. جاءت بولد من زيد، جاءت بولد من زيد، هذا الزيد حكمه، الولد من زيد حكمه حكم أمه، يعني يعتق بمجرد موتي، أن أمه أم ولد تعتق بمجرد موتي. واضح؟ قال: وإذا مات المولى عتقت أم ولده من جميع المال، عتقت من جميع المال وليست من الثلث. أي نعم، طبعا عتقت من جميع المال سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، سواء كان السيد زوجها بعدما اعترف بولدها أو لم يزوجها، أبقاها في ملكه، يعني صالحة لوطئه. قالوا: إذا مات المولى عتقت أم ولده من جميع المال، لأن الحاجة إلى الولد أصلية، الحاجة إلى الولد حاجة أصلية، أن الإنسان يحتاج إلى بقاء نسبه وبقاء نسله، فلذلك الآن هو يتزوج. فالولد، طلب الولد، طلب الولد حاجة من الحوائج الأصلية، فهو كما قضاء الدين، كما قضاء الدين حاجة من الحوائج الأصلية، وكل ما كان من الحوائج الأصلية يقدم على حق الورثة، كل ما كان من الحوائج الأصلية يقدم على حق الورثة. لذلك ماذا قال؟ يعتق من تعتق من جميع المال كما أن الدين يقضى من جميع المال. قال: عتقت أم ولده من جميع المال، لأن الحاجة إلى الولد حاجة أصلية، والحاجة الأصلية تقدم على حق الورثة. قال: فيقدم على حق الورثة والدين كالتكفين، كالتكفين، يعني حتى قبل قضاء الدين، قبل قضاء الدين كالتكفين، بخلاف التدبير كما مر معنا قبل قليل، لأن التدبير وصية بما هو من زوائد الحوائج، فيعتق فيعتبر من الثلث فقط. قال: ولا تلزمها، أي أم الولد، ولا تلزمها أي أم الولد السعاية للغرماء إن كان المولى، إن كان على المولى دين، لما قلنا. إيش لما قلنا؟ لأنها من لأن الولد من الحوائج، لأن الحاجة إلى الولد حاجة أصلية، ولأنها ليست بمال متقوم، ليست بمال متقوم، حتى لا تضمن بالغصب عند سيد أبي حنيفة. يعني لو أن رجلا غصبها، خطفها، سرقها وأخذها أم الولد، نعم، فماتت عنده، ماتت أو قتلها، ماتت عنده، قال لا تضمن. ليه؟ لأنها ليست بمال، ليس قتلها، ماتت، هلكت عنده بمرض، بعلة، أما لو قتلها حكم آخر، ماتت عنده، قال لا يضمنها، لا يضمنها بالغصب، فلا يتعلق بها حق الغرماء، لا يتعلق بها حق الغرماء، بخلاف المدبر، بخلاف المدبر. نعم، المدبر إذا مات عند الغاصب قال يضمن الغاصب قيمته، يضمن الغاصب قيمته. نعم. قال: وإذا وطئ الرجل أمة غيره، وإذا وطئ الرجل أمة غيره بنكاح، أن تزوج أمة غيره فوطئها فولدت منه، ثم بعد ذلك ملكها، يعني هذا الزوج، الزوج ملك، يعني إنسان تزوج أمة،
تزوج أمة وطئها فجاءت بولد منه، ثم بعد ذلك دخلت في ملكه. كيف دخلت في ملكه؟ سيدها أوصى أن فلان لفلان فمات فملكها، أو وهبه السيد، وهب تلك الأمة وهبها لزوجها، أو اشتراها. المهم دخلت في ملكه بوجه من وجوه الملك، دخلت في ملكه. ثم بعد ذلك، بعدما جاءت بولد منه من زواج وليس بملك، من زواج، فولدت منه. الأصل هذا الولد، انتبهوا أحبابنا، هذا هو أصل عبد لسيده، عبد لسيده. قال فولدت منه، ثم بعد ذلك ملكها بوجه من وجوه الملك. قال صارت أم ولد له، صارت هذه الأمة أي التي هي زوجة له، صارت أم ولد له، لأن السبب يعني سبب صيرورتها أم ولدين، لأن سبب صيرورتها أم ولدين، لأن سبب صيرورتها أم ولدين. يعني الإنسان مثلا وطئ أمته فجاءت بولدين، هذه الأمة صارت وادعاه، صارت أم ولد. لماذا صارت أم ولد؟ ما هو سبب صيرورة الأمة مطلقا أم ولدين؟ قال هو الجزئية. إيش الجزئية؟ يعني الجزئية الحاصلة بين الوالدين، الجزئية هي الحاصلة، يعني هذا الولد نعم تكون من جزء من الواطئ ومن جزء من الموطوئة. فسبب صيرورة الأمة أم ولد هو الجزئية، والجزئية إنما تثبت بينهما، بين الواطئ والموطوئة، بنسبة الولد الواحد إلى كل منهما كملا، بأن ينتسب الولد إلى كل واحد منهما بشكل كامل. فلما ادعاه هو ابنها بيقين، فلما ادعاه صار منسوبا إليه بشكل كامل. قال وقد ثبت النسب بالنكاح، هنا ثبت نسبه، نسب هذا الولد من هذه الأمة بالنكاح. فتثبت الجزئية بهذه الواسطة، وهو نسب الولد، تثبت جزئية كون هذا الولد جزءا من هذا الآب، اي نعم، فتثبت الجزئية بهذه الواسطة، اي واسطة، وهي نسب الولد الثابت بالنكاح الثابت بالعقد. فتثبت الجزئية بهذه الواسطة، يعني واذا ثبتت الجزئية ماذا يثبت معها؟ تثبت معها أمومية الولد. قال فتثبت الجزئية بهذه الواسطة، وقد كان المانع من صيرورتها أم ولد للزوج، انتبهوا أحبابنا، وقد كان المانع من صيرورة الزوجة التي هي أم ولد للزوج حين الولادة، ما هو المانع؟ وقد كان المانع ملك الغير، ملك السيد، ملك المولى، وقد زال، لأنه باعه إياها أو وهبه إياها إلى آخره. واضح هذا الكلام إن شاء الله أحبابنا؟ طيب. قيد بالنكاح بقى الشيخ الحدودي رحمه الله، قال وإذا وطئ الرجل أمة غيره بنكاح، قيد بالنكاح لأنه لو كان الوطء بالزنا لا تصير أم ولد له. لو وطئ هذه الأمة فزن بها يعني، فحملت منه ثم اشتراها بعد ذلك، لا تصير أم ولد له، أو وهبه إياها
أو أوصى له بها، ملكها بوجه من وجوه الملك، قال لا تصير أم ولد له، لأنه لا نسبة لولد الزنا من الزاني. يعني إنسان زنى بامرأة فحملت منه، لا يثبت النسب، لا يثبت النسب في الزنا. فإذا كان النسب لا يثبت بالزنا فلا تثبت الجزئية، الجزئية المعتبرة في هذا الباب، وهي المسمى بالجزئية الحكمية، الجزئية الحكمية، فلا تثبت أمومية الولد، لا تثبت للمقطوعة للمزني بها الأمة، لا تثبت لها أمومية الولد، يعني لا تصير أم ولد، تلك التي جاءت بولد من الزنا لا تصير إذا ملكها الزاني، لا تصير أم ولد له. إنا طبعا القياس أحبابنا أن تصير أم ولد له، القياس أن تصير أم ولد له، وهو قول زفر. إذا كان القياس أن تصير أم ولد له، فيكون عدم صيرورتها، أو فيكون الحكم بعدم صيرورتها أم ولد له، ماذا يكون؟ استحسانا، يكون استحسانا. سيدي سؤال، تفضل. يعني إذا ملك الرجل موطوعته، إذا ألا تصبح أو زوجته للأمة، ألا تصبح حرة إذا ملكها؟ لا لا، لا تصبح حرة. من قال هذا تصبح حرة؟ لا تصبح حرة، ولكن ينفسخ عقد النكاح، ينفسخ عقد النكاح إذا ملكها، ينفسخ عقد النكاح للمنافاة بين الزواج وهذا مرة معنا، ولكن تصير أم ولد بهذا الملك. نعم. قال قيد بالنكاح، لأنه لو كان الوطء بالزنا لا تصير أم ولد له، لأنه لا نسبة لولد الزنا من الزاني. إيش يعني لا نسبة؟ يعني لا يثبت النسب، لا يثبت النسب من الزاني. قال وإنما يعتق عليه إذا ملكه، وإنما يعتق عليه إذا ملكه، لأنه جزءه حقيقة. هنا وإنما هذا جواب عن سؤال مقدر، إنما هذا سؤال عن جواب مقدر. يعني إن قال قائل لما لم يثبت النسب من الزاني، فعلام يعتق الولد من الزنا إذا ملكه الزاني؟ زيد زنى بالأمة فجاءت بولد، هذا الولد عبد، قلنا لا يثبت النسب منه، لا يثبت النسب منه. بعد فترة اشترى هذا السيد اشترى هذا الولد الذي ناتج من الزنا، اشتراه، قال عتق عليه مباشرة. فإذا كان لا يثبت النسب، لماذا يعتق عليه إذا ملكه؟ واضح الجواب؟ وإنما يعتق عليه إذا ملكه، لأنه جزءه حقيقة، لأنه في الحقيقة كما قلنا القياس أنه ولده، تكون أم ولد، قال لأنه جزءه حقيقة. إيه نعم، يعني غير واسطة، لا يحتاج إلى هذه الحقيقة، لا يحتاج، هو جزءه حقيقة. قال وتمامه في البحر. ولكن لا تصير كما قلنا أمه، لا تصير أم ولد. قال وإذا وطئ الأب جارية ابنه فجاءت بولد، وطئ الأب أمة ابنه فجاءت بولد، ادعى الأب هذا الولد من أمة ولده، فادعاه الأب، صحت هذه الدعوة. وهذه الدعوة لصحتها هناك شروط، لهذه الدعوة لصحتها شروط ذكرها الشيخ الزيلعي في تبيين الحقائق، عدة شروط هناك ذكرها الشيخ الزيلعي.
في شرح الكنز. إذا فجاءت بولد فادعاه الأب، صحت الدعوة إذن؟ قال ثبت نسبه منه من الأب، وصارت أم ولد له، صارت أم ولدين للأب، صارت أم ولدين للأب، صارت أم. هنا لابد من التنبيه أحبابنا، صارت أم ولد للأب، انتبهوا لهذا الكلام، صارت أم ولد للأب سواء كان الابن قد وطئ تلك الأمة أو لم يطأها. صارت إذن لا يتعلق، لا تتعلق صيرورتها أم ولد له بأن يكون الابن لم يطأها، لا علاقة بذلك، تصير أم ولد له سواء كان الابن قد وطئها أو لا. لأن أحبابنا هنا لابد أن نلاحظ، هو يحرم على الأب أن يطأها، يحرم عليه أن يطأها، لا سيما إن كان ابنه قد وطئها تحرم عليه. قال لماذا إذن قلنا تثبت تصير أم ولد؟ قال لأن حرمة الوطء، حرمة الوطاء لا تمنع ثبوت النسب، حرمة الوطء لا تمنع ثبوت النسب. فلذلك قلنا إذن بقطع النظر عن كون الولد وطئ تلك الأمة أو لم يطأها يثبت النسب، يثبت النسب. إذن لا يصح تقييد، لا يصح تقييد صيرورتها أم ولد بكون الابن لم يطأها، واضح الكلام أحبابنا؟ لا يصح هذا، هذا خطأ. قال وصارت أم ولد له سواء صدقه الابن أو كذبه، ادعى الأب شبهة أو لم يدعي، لأن للأب، ادعى الأب شبهة أو لم يدعي. طبعا هذا أحبابنا، هذا إذا كان الأب حرا مسلما، هذا إذا كان الأب حرا مسلما، وهي الشروط التي قلنا قبل قليل، إذا كان الشيخ الزيلعي أن يكون الأب حرا مسلما، وأن يسكت أيضا الولد عن ادعاء هذا الولد. أما إذا ادعى الولد الابن أن ولد الأمة له، تقدم دعواه، لأن هو سيدها، هو سيدها، فلا تقبل دعوى الأب. قال ادعى الأب شبهة أو لم يدعي، لأن للأب أن يتملك مال ابنه للحاجة إلى البقاء للأكل والشرب، فله فللأب أن يتملك جاريته، جارية الابن، للحاجة إلى صيانة مائه وبقاء نسله، لأن كفاية الأب على ابنه كما مر، إلا أن الحاجة إلى صيانة مائه دون حاجته إلى بقاء نفسه، ولذا قالوا يتملك الأب الطعام بلا قيمة والجارية بقيمتها، يتملك الجارية، يأخذ جارية ابنه يتملكها بقيمتها، يجب عليه أن يدفع قيمتها لولده، كما صرح به بقوله وعليه قيمتها لما وطئها وحملت وادعى هذا الولد. ما الحكم؟ وجب عليه، لزمه قيمتها لولده، لزمه قيمتها لولده. قال وعليه قيمتها أي الجارية يوم العلوق، يوم العلوق، قيمتها يوم العلوق، يوم العلوق وليس يوم الولادة، قيمتها تقدر قيمتها يوم حملت، يوم وطئها، يوم وطئها. قال لأنها انتقلت إليه حينئذ، لأنها انتقلت إلى ملكه يوم العلوق، يوم العلوق. هلا هنا قول الشيخ رحمه الله، وأنا والله أستحي تماما أن أقول هذا الكلام، ولكن هذا من الاستدراكات
وفي الدروس السابقة يعني حصل منا استدراكان أو ثلاثة أو هذا الثالث، يعني لعله من سوء فهمي أنا للعبارة، ولكن ما ظهر لي ينبغي علي أن أذكره. هل هون ماذا قال الشيخ؟ قال لأنها انتقلت إليه حينئذ. حينئذ إيش يعني حينئذ؟ ماذا نفهم من قوله حينئذ أحبابنا؟ يوم العلوق. أيوة أحسنت، حينئذ يعني يوم العلوق، يوم العلوق. هذا الكلام فيه نظر، هو قال انتقلت إليه يوم العلوق، والصحيح أنها تنتقل إلى ملكه، وسيذكر هو الشيخ الكلام هذا، سيذكر هذا الكلام. الصحيح أنها تنتقل إلى ملكه قبيل الوطئ، تنتقل إلى ملكه قبيل الوطئ بالقيمة. لماذا نقول بأنه تنتقل إلى ملكه قبيل الوطئ؟ لماذا نقول هذا؟ قال نقول هذا الكلام ليقع وطئه في ملكه، لكي لا يكون زنا، لكي لا يكون زنا. فنقول إذا تنتقل إلى ملك الأب قبيل الوطئ بالقيمة، ليه؟ ليقع وطئه في ملكه. والشيخ يعني سينص على هذا، وبالتالي قوله انتقلت إليه إلى ملكه حينئذ هذا الكلام فيه نظر. وضح الكلام أحبابنا لماذا قلنا فيه نظر؟ قال ويستوي فيه الموسر والمعسر، يستوي فيه الموسر والمعسر، يعني سواء كان الأب موسرا أو معسرا يجب عليه قيمة الأمة. قال لأنه ضمان تملك، ملك فيضمن قيمة ما ملكه، ضمان تملك، وهذا ضمان التملك يعني بقطع النظر، الذي تملك موسرا كان أو معسرا يجب عليه أن يضمن القيمة. قال وليس عليه عقرها، وليس عليه عقرها يعني ليس عليه أن يدفع المهر، أن يدفع المهر الصداق، يعني الصداق. وليس عليه عقرها لثبوت الملك، انتبه ماذا قال، انتبه، قال لثبوت الملك مستندا لما قبل العلوق، يعني قبيل الوطئ، ضرورة صحة الاستيلاد، يعني كي لا يقع الوطء خارج ملكه فتكون زنا فلا يصح الاستيلاد، لثبوت الملك مستندا لما قبل العلوق ضرورة صحة الاستيلاد، وإذا صح الاستيلاد في ملكه لا يلزمه عقرها، لا يلزمه المهر والصداق. قال ولا قيمة ولدها، ولا يلزمه كذلك قيمة ولدها. ليه؟ ما قلنا انتقلت إلى ملكه قبيل الوطئ، فلما انتقلت إلى ملكه قبيل الوطئ فصار هو واطئا في ملكه، تكون أمته، فيكون هذا الولد ولده ويكون حرا، فلا يجب عليه قيمة الولد. فهمنا أحبابنا؟ لعلوقه، لعلوق الولد، حر الأصل، حر الأصل، لما قلنا قبل قليل من أن ثبوت الملك حصل قبيل الوطئ. قال عبر بالجارية ليفيد أنها محل التملك، حتى لو كانت أم ولد الإبن أو مدبرته لا تصح دعوى الأب ولا يثبت النسب، ويلزم الأب العقر كما في الجوهر. قال وإن وطئ الجد أبو الأب، الجد أبو الأب، وطئ جارية ابن ابنه، يعني جارية حفيده، وإن وطئ أبو الأب جارية حفيده مع بقاء ابنه، يعني مع بقاء الأب، مع بقاء ابنه الأبي، لم يثبت النسب منه، لم يثبت النسب منه. ليه؟ قال لأنه لا ولاية للجد حال قيام الأب، كأنه قال شرط صحة كأنه أراد أن يقول شرط صحة ثبوت النسب قيام الولاية،
قيام الولاية. والحال الآن في مسألتنا هذه لا ولاية للجد مع وجود الأب، فإذا وطئ وادعى لا يصح. لكن مثلا لو سمحت مثلا ومعذره، تفضل. ممكن كلمه لان كفايه الاب عند ابني، ممكن هذه العباره لم تظهر جيدا. انت ارجعتنا الان نصف ساعه الى الوراء يا شيخ انجاك. لا أرجعت لنصف ساعة، لأن كفاية الابن على الأب على ابنه، كفايته طعام شراب كساء، هذه الكفاية على من؟ على الابن. كفاية الحوائج الضرورية كلها على من؟ على الابن، طعام شراب كساء علاج دواء سكن. نعم الحمد لله. قال لأنه لا ولاية للجد حال قيام الأب. نصح شيخ. تفضل يا سيدي. الله يسلمكم. أنه شرط صحة قيام النسب ثبوت الولاية. نعم. شرط صحة. نعم. أنه شرط صحة قيام النسب ثبوت الولاية للأب. شرط صحة ثبوت النسب وجود الولاية. بمعنى إذا كان الأب ميتا غير موجود والحفيد عنده أمة والجد موجودون، فوطئ الجد تلك الأمة فجاءت بولد فادعاه الجد، صحة الدعوة. ليه؟ لأنه للجد ولاية الآن، ولاية على من؟ على هذا الولد. ليه؟ لفقد الأب غير موجود. قال وإن كان الأب ميتا، قال ذكر الشيخ الآن المسألة، وإن كان الأب ميتا يثبت النسب من الجد إذا ادعاه طبعا، وصارت أم ولد لمن؟ للجد، كما يثبت النسب من الأب. ليه؟ لظهور ولايته، ولاية الجد عند فقد الأب، لظهور ولايته عند فقد الأب. الله لا إله إلا الله. قال وكفر الأب ورقه بمنزلة موته، يعني لو كان الأب كافرا تثبت ولاية الجد على الحفيد ورقه أو ربما كان مجنونا، يعني نقول نحن هنا الآن إذا كان الأب ميتا أو حيا إلا أنه كافر، أو حيا إلا أنه عبد، أو حيا إلا أنه مجنون، فإن الجد حينئذ يصح استيلاد جارية ابنه. ليه؟ قال لقيام ولاية الجد في هذه الأحوال، حال كون الأب ميتا، حال كون الأب حيا كافرا، حال كون الأب حيا مجنونا، حال كون الأب حيا عبدا، فيدخل هنا يعني يصح استيلاد الجد جارية حفيده. قال لذلك قال وكفر الأب ورقه بمنزلة موته، لأنه قاطع للولاية. طيب الآن لو كان الأب مرتدا ما الحكم؟ هذا فيها خلاف بين أبي حنيفة والصاحبين. الصاحبان قالا لا تصح دعوى الجد عند الصاحبين. ليه؟ لأن تصرفات المرتد نافذة عند الصاحبين، فإذا كانت نافذة فهي تمنع تصرف الجد. أما بالنسبة عند سيد أبي حنيفة رحمه الله فهو يقول هذه الدعوة، دعوة النسب إذا كان الأب مرتدان موقوفة. إذا لحق المرتد بدار الكفر
وقضى القاضي بلحاقه الآن يحكم بموته فيثبت النسب، فيثبت النسب، والله أعلم. ثم قال: وإذا كانت الجارية بين شريكين. هنا إذا كانت الجارية بين شريكين هذه مسألة طويلة ولها فروع، أي نعم، فيعني نقف هنا كي لا نشرع فيها ونقطعها. نقف عند قوله: إذا كانت الجارية بين الشريكين، بين شريكين، فجاءت بولد فادعاه أحدهما ثبت نسبه منه. والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.